بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهات السابقة. لمزيد مشتركش في القناة تنساش تضغط على زر سبسكرايب وأبوني واشترك. ما تنساش تشغل جرس التشعيرات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول. نبدأ الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. بون، الفيديو تاع اليوم راح ندير باني تاع اللي يديروا فيه البقالات تاع العروسة. بو انا دوكا بديت العمل من ماما نبدا لكم قبل، بصح ما دوك نعاود نوري لكم. كاينه هاد الباني، هذه السله، وشنو هي؟ هي اسمه غيوزه تاع الضو، اي تجي اي مقلوبه هكا اي قديمه. واش درت لها هنا من تحت؟ انا درت لها هذا، ما باليش واش تقولوا له. هذا ديجا باينه، هاي القعده تاع هاي القعده اللي درتها من تحت صغيره. هذه هي القرعه الصغيره هذه تاع التحت، نحيتها وسقتها لها لتحت هنايا، ودرت لها غلفتها بلورغونزا باش ما تبانش بلي هي هذه. من الفوق من الفوق هنا ثاني كيف كيف، ها هي تاع الفوق، ها هي الفتحه تاع الفوق، هاي هذه هي الدويره هذه الكبيره درتها هنايا. ومن بعد واش درت؟ عدت بالبيستولي المسدس اللاصق، وعاودت دريت فوقو هاد البريون اللي يجيها بهذا الشكل. قلنا به البريون يجي بهذا الشكل، يجيها كرصاشيات ودلتها فوقو. وهادو هاد العيدان هادو شنو هما؟ هما هاد تاع العيدان تاع الشواء يجوا بهذه الطريقه. كنت تشوف الحلا يمرونه مازال يخدم، يجوا عيدان الشواء بهذه الطريقه. وجدت جبت الفاني لونتهم كامل، شوفوا كاع بنترتهم هامليك بنترتهم كامل. ومن بعد هنايا مع كي درت البيستولي وست هذا شغل باش ندخل هنا، جاني ولا اللي جاني صعيب. واش درت؟ بديت نوسع في الحفر هذوك بالمقص، ندير هكا ونبدا ندور حتى توسع. دوك نخدم معاكم وحده هنايا، تشوفوا كيفاش حنخدمها بال ندير لها الورد وكل شيء، تفهموا عليا واش راح ندير باذن الله. دونك سمع الكاميرا هكا تشوفوا واش راح ندير. اوكي، الحاله صح تبان لكم ملونه، بصح معليش كنكمل غادي ان شاء الله باذن الله. واش عندي هنايا؟ عندي اولا حلوة دراجي، راح ندير في كل وحده ندير فيها 3 حبات دراجي بهذا الشكل. وعندي ثاني عندي الورود اشكال والوان. دوك نفتح الكاميرا باش تشوفوا معايا انواع الورود اللي خيطتهم، لي هايلين 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 ما شاء الله، يعني يعني نحكي لكم فيهم روعه 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 ما شاء الله. والدراجي راني شاريها بزاف باش يكفيها هاديك الورود كامل. دوك نهز الكاميرا نوريكم كاع واش عندي تاع الورود. عندي انواع واشكال تاع الورود، خاطش راني ديجا ديسيديت باش ندير الفيديو قبل ما نحضر له. العكس تاع صاحبتي راح ندير هاد الطاني من بعد دوكا عشية، ماشي من بعد، يعني ما بقاليش الحال. شوفوا واش راح ندير، شوفوا عندي انواع الورود، عندي هادو بهذا الشكل، هادو كنت تشوفوا فيهم، وعندي هادو باللون اخضر صغار هاملك اللون اخضر، وهنايا غوص، هنايا بوغدو، هنايا بلون. هادو وعندي اللي راح ندير فيهم الدراجي هما هادو، هادو راكم تشوفو فيهم هادو. كاين عندي هذا ياك، وراح نشدهم بهذا هاد هذا. دوك نريكم البقالة الثاني، وعندي ايضا البقالات هادو هنايا. دوك نبدا نخدم معكم وحده باش تفهموا معايا واش راح ندير باذن الله. بون، اول شيء ناخذ واحد من العيدان. واش راح ندير؟ شوفوا هما الورود نتاعي كيفاش يجوجو، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، يجو 12 حبة مع بعضهم. راح نحلهم هكا، راح تلقى واحدة برك ملوية عليهم، نحلهم كامل بهذه الطريقة. شوفوا معايا نحلهم، نفرقهم، نهز واحدة. هما عندي الألوان نورمالمون عندي خمسة، شوفوا نهز واحدة من هادي غوص هادي ياك، راني ملونة الحالة كل الوقت مبقاش من هنا، راني غير في السافسة. شوف راني هزيت وحده غوص، نحطها بجهة ونزيد من هادو هنا تاني، هادو الباغ تاني هما محكومين بسكوتش هداك تاع اللي نخدمو به الورد بالطريقة الصينية. راح ندير لكم ان شاء الله فيديوهات كيفاش نخدمو الورد بالطريقة الصينية ان شاء الله، بصح في فيديوهات مقبلة بإذن الله. صاحبتي هذه كانت شافت هذا الموديل اللي راح نقول لكم عليه في محل بيع ادوات ولا اشياء الحلويات، وكانت قالت لي عليه وحبيت ندير لها ان شاء الله. دوك نحط لكم فوتو تاع الاساسيه كيفاش ولا الباني اللي ديت عليها هنايا، نوريه لكم في صوره باش تفهموا عليا. وغلبني ما بغاش كاع يتنحى فاسيلمون، دونك نسيت كيفاش نجبد
جبد فوالا هاي لك وحده. دونك عندي وحده في الفاغ، ها لك وحده في الغوص، وزيت وحده في وحده من البوردو، وحده من الغوص، وحده من البلون. يعني راح يكون عندي قاني صغير فيه 6 وردات مشكلين. خير من اللي ندير يعني كل خير من اللي ندير كل واحد يعني ندير قاني بلون واحد، حبيت ندير قاني مشكل. تقدر ديرو قاني بلون واحد ولا 5 وردات من كنا واحد. انا بغيت ندير المشكلين دوك، نحي من هذا من بوردو من الغوص من البلون، ونعاود نولي لكم باذن الله. شوفوا دونك راني جمعت باكي ولا بوكي بهذه الطريقه. شوفوا وندويها هنايا هكا فوالا فوالا. شوفوا كيفاش يجيني البوكي، بصح حنا ما نخليش بهاد الطريقه. عندي هادو اللي قلت لكم عليهم، شوفوا كيفاش جا البوكي هايل. عندي هادو نحي وحده اللوي حتى نشوفها واش سوا. ها هذا الشكل، هذا شوفوا كيفاش داير، هذا او طويل ياسر. شوفوا شحال ندير، نحي وحده هكا ونلوي عليها، نلوي عليها بهذه الطريقه. شوفوا نغطيها باش تبان حتى متحوفه، يعني ماشي تبان هكا، تبان متحوفه فوالا بهذه الطريقه، باش ما يبانش بلي راهو هنايا داير هكا. يعني تقريبا نص وحده، ونقرضو بهاد الاداه. تشوفوا هاي كلها بهادي نحيها نقرضها. تقدروا ديروها وشحال بقى من حتى، تقدروا ديرو اقل. وانا راني كملت، شوفوا البوكي كيفاش جا من فوق. صح دركا باش ندير الحلوه تاع الدراجي بون سؤال كاع مخلطين. دونك راح نخير نبدا بهذا في الغوص، مش حل... من بعد كل مره ندير مره الغوص مره لاغونتي مره الدوري. ناخذ هذا اللون هذا ونحط فيه 3 حبات دراجي مع بقاله. نحي 3 حبات تاع دراجي من هذه العلبه. اذا نشوفوا انا حطيت هنا، حطيت في حطيت هنا 3 حبات تاع دراجي هاهم، 3 حبات تاع دراجي شعلتو وكبر، وزدت لهم بقاله. هاهي لك بقاله، راح نطويها هكا باش تدخل في وسطها هنايا. هاي بهذا الشكل، الا جاتكم ياسر نقصوا ديروا 2 حبات دراجي بك هذا مكان. تسكر لي جاتني واسعه ياسر، دونك نقصت 2 حبات دراجي فقط باش تسكر لي. تقدروا تربطوها بخيط ولا انا راح نربطها بهذا اللي بقى، نفكسيها بجهه والجهه الاخرى نخليها باش نفكسيها مع العود الاول اللي راني درتو. هاني لويتو عليها بهذه الطريقه، هاني لويتو عليها فكسيتو. نجيب هذا العود تاعي اللي راني ديجا دايره فيه هذا البوكي، ونعاود نفكسي معاه بهذه الطريقه. شوف نعاود نفكسي معاه الحلوه الدراجي، نسيي نفكسيه مليح مليح باش ما يتنحش، ومن بعد نغرس العود تاعي المكان تاعو في الباني هذا على باش كان كانت بلاصتو. هاي شوفوا راح نوريكم شكل واحد حتى نكمل نوريكم كيفاش الباني. شوفوا كيفاش جات هنا من الفوق، وعندي الباني ومن التحت، عفوا البوكي تاع الورده ومن الفوق ومن التحت، وعندي هنايا حلوتي دراجي مع البقاله هنايا مربوطه بهذاك السلك البراق. شوف كيفاش هي دايره. دوك نكمل معايا كاع عاد العيده نكملهم ان شاء الله، ونعاود ندير لكم النتيجه النهائيه كيفاش خرجت. كيما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه تاع البوكي كيفاش خرج. راني كملت كاع، شوفوا كل وحده درت لها، درت البوكي هنايا في 5 وردات، وهنايا الدراجي مع البقالات، وحطيتهم هنايا. هنا في الحاشيه درت هذا الخيط تاع المكرامي، هاني ثقبت العلبه هذه هنايا، ها هو انني خرجته.
هاني شوفوا راهو هنايا درت له غير البيستولي، ودوكا مبقى لي غير نغلف هاد هاد البوكي بهاد هاد الورق. لانه ما بقالش الحال على بها راني نزرب به. شوفوا بهاد الورق نغلفو نديرو السفيفه وهكا تكون النتيجه نهائيه، نصورها ونوريها لكم ان شاء الله. يكون اعجبكم الفيديو تاع اليوم. اذا كان هذا هو الفيديو تاعنا لنهار اليوم، نتمنى انه كان عجبكم هذا البوكي. اذا عجبكم ما تنسوش ديروا له بيج لايك، ما تنسوش تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم احبائكم اللي تعمل فائده، وسمحوا لي زربت به لانه ما عنديش الوقت اصلا. واذا عندكم اي اقتراح اي شيء اكتبوه في خانه التعليقات، وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم تعمل فائده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله. إلى اللقاء.